أجل أردن يقول ميرمون وجمال السلفيين والله الحمد والمنة حتى يسمعوا إليهم. إيه نعم، بل دائما ندعو الناس وذكرناهم بأسمائهم بإنه لبي إنما بي حتى يسمعهم الناس. لبن قيل تبو بدلنا الحب بغضا في الله. إيه نعم تبن قيل تكبن أرتق القنب نبدل البغض حبا في الله ندور ما الحق حيث دار. أنت الذي بدلت، أنت الذي غيرت، أنت الذي سيرت الشباب إلى عصبية جاهلية حمقاء وإلى حزبية منقودة بغيضة وإلى حدادية عوراء منقوطة بغضة عند الله عز وجل. أن يارج قركيندو هر قميجم هر عصبية جينجو الولاء والبراء على الأشخاص تري بيكونندي بمولم بتلبيسات هنكو ياري قركين بنم. والحمد لله أنبو ولله الحمد والمنة أن تنجي أن يوتيني دركين دو إلى الحدادية هذه حدادية المنقوطة البغيضة عند الله عز وجل التي هي من دسائس الروافض. شيخ ربيبي وهي حدادية ودنقول تانا ونت من دسائس الروافض دركين دو منهجهم أقرب منه إلى منهج الحدادية. استمع إلى هذا الخطيب حتى تفهم هذا المنهج الذي يشربه الرجل. نسأل الله العافية والسلامة.